فاهم انا كده نشوف هنرسم زي بقى في السناب. اول حاجه اعملها ان انا هاجي هنا من فيو واقول له انا عايز استراكشر فيو مثلا ليفل 1 اوكي، وابدا ارسم البلاط بتاعتي في الاستراكشر. اقول له انا عايز ارسم الفلور وارسم البلاطه بتاعتي بالشكل دوت واقول له اوكي. طيب خلينا نخش في 3D. اقول له انا عايز بقى ارسم من الاستراكشر اقول له كومبوننت موديل ان بليس واختار فلور. طيب انا عايز ابدا الشغل بتاعي كله يبقى اسفل البلاط، فهقول له انا عايز اعمل سيت بيك ابلان وراح مختار جزء البلاطه من تحت بالشكل ده، بحيث لما تقول له شو يبدا يظهر معاك ان الشغل كله هيبقى في اسفل البلاطه. بعد كده ممكن تقول له اكستروشن او بلند، تمام. بس احنا دلوقتي عايزين نعمل فويد، فهختار من فويد اكستروشن او بلند. اكستروشن يبقى الجزء اللي تحت هو الجزء اللي فوق. البلند ممكن تغير الحجم نفسه، يعني تخلي دي مثلا مربع كبير مربع صغير. خلينا نقوله هنا، وبعد كده اقول له دي خليها سالب 250 عشان يخليها لفوق اهوت. وبعد كده هبدا ارسم الجزء دوت، وبعد كده هبدا ارسم اهوت الماس اللي انت عايزه. مثلا اهوت، وبعد كده هعمل عليه سيلكت واقول له كوبي وابدا انسخ بالشكل دوت اهو، حسب بقى المقاسات وحسب التصميم اللي انت عامله. مثلا 3200 اهوت، ممكن تقول له مثلا موف هنا تقول له كوبي. تقول مثلا من هنا لهنا لهنا زي ما انت عايز. بعد ما تخلص التصميم بتاعك هتقول له اه موافق مثلا اهوت، اتأكد بقى ان الجزء دوت هيبقى داخل كده في قلب بطل الجزء اللي انت محتاجه. طيب وبعد كده عايز اخلي ده يتطرح من دوت، فهقول له قط واعلم على الشكل الكبير، وبعد كده اعلم على الفجوات واقول له فيرش موديل، هتلاقي البلاطه تظهر لك بالشكل دوت. في طرق تانية او في طرق تانية كتيرة لرسم البلاطه اكثر من شكل، وهنشوفها مع بعض ان شاء الله على قناة بالمرمية.